الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الكرملين يستبعد أي تغيير في الأزمة بين موسكو والناتو بعد تعيين روتا أمينا عاما للحلف. من وقت تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهو بيشتغل بخطة، خطة تقدر تغطي كل أشكال الدعم وتضمن وصول المستحقين من خلال مؤسسات المجتمع المدني المصرية اللي شكلت التحالف. والنهاردة نقدر نقول إن التحالف الوطني في الست شهور الأولى بس من 2024 حقق نجاحات قياسية علشان يوصل لهدف التنمية المستدامة من خلال محاور التمكين الاقتصادي، الدعم الصحي، دعم التعليم، الدعم الاجتماعي، الدعم الغذائي والدعم النقدي. فوصل عدد المستفيدين من التحالف في الفترة دي ل 28,883,796 مستفيد في مختلف المحاور. التركيز الأول كان على التمكين الاقتصادي لأن الأولوية كانت للأسر الأكثر احتياجاً علشان يضمن لهم التحالف مصادر دخل مستدامة تخرج بيهم من احتياجهم. فقدر التحالف يسلم 1483 أسرة مشروعاتهم التنموية المختلفة في 7 محافظات، ده غير مبادرة إزرع اللي بتدعم صغار المزارعين في أحلامهم وطموحاتهم. وبالتوازي التحالف ركز على المحور الاجتماعي اللي سد فجوة الاحتياجات الأساسية للأسر اللي كانت ناقصها بعض الاحتياجات، فتم الانتهاء من إعادة إعمار 384 بيت، ده غير تجهيز العرايس وتوزيع الأدوات الكهربائية والأثاث ووصلات المياه وغيرها. وشفنا كمان تنفيذ معارض للملابس وتوزيع الحافة وبطاطين ل 17,637 أسرة. بعدها كان الدور على الدعم الصحي علشان تأمين صحة أهالينا هو اللي هيخليهم قادرين يقفوا على رجليهم من تاني. فشفنا تسليم 22,493 نظارة طبية وإجراء 70 عملية قلب و193 عملية عيون وتوزيع 273 جهاز تعويضي، ده غير تنفيذ القوافل الطبية بشكل يومي علشان يستفيد منها 698,510 مستفيد. التحالف كمان قام بدور الدعم الغذائي اللي كانت بتقوم بيه كل مؤسسة بشكل منفرد، بس مع وجود التحالف اللي نظم عمليات الدعم والتوزيع ضمننا الأمن الغذائي لعدد أكبر من الأسر. فشفنا الست شهور اللي فاتوا توزيع شنط غذائية ل 150,122 مستفيد وتوزيع 561,935 وجبة سخنة و 122,285 كيلو لحوم و 165,388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقاً في محافظات مصر المختلفة. وعلشان نضمن الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجاً شفنا تنظيم لعملية الدعم النقدي لضمان استمراريتها علشان الدعم النقدي يفضل مستمر بدون توقف وتقدر الأسر تبني عليه خططها. 15,232 أسرة تم دعمهم نقديا مع تسليم حزم النقد المالي والغذاء الشهري المنتظم ل 350,000 أسرة. ومع النجاح الكبير للتحالف داخل مصر كان طبيعي أننا نشوف أن التحالف هو اللي بيقوم بالدور الأكبر لدعم أهالينا في فلسطين، وده عن طريق إطلاق 5 قوافل لدعم إخواتنا بإجمالي 2224 قاطرة محملين ب 45,000 طن من المواد الغذائية. ومع فرحة الناس في كل موسم التحالف قدر يضمن أن الفرحة توصل كل بيت في مصر في المواسم المختلفة. ففي موسم رمضان تم توزيع حوالي 1,800,000 كرتونة غذائية وحوالي 10,920,000 وجبة و 1,236 طن للحومة، ده غير 13 منفذ للسلع المخفضة وكمان 8,000 قطعة ملابس وتوزيع الإعانات على 149,320 مستفيد، ده غير القوافل الطبية اللي استمرت طول رمضان والتبرع بثلاث أجهزة طبية بقيمة 1,200,000 جنيه. وفي موسم عيد الفطر اتخصص لكل محافظة 20,000 علبة لحلويات العيد. وفي موسم عيد الأضحى مؤسسات التحالف وزعت الأضاحي على أكثر من 2,058,844 أسرة وقدمت الدعم المادي ل 21,283 أسرة متعففة. أما في قوافل ستر وعافية فالتحالف نظم 5 قوافل لإجمالي 100,000 مستفيد. كل ده ما كانش هيتم من غير هيكل تأسيسي للتحالف يضمن إن كل أشكال الدعم دي تستمر جوه نظام قادر يحافظ على المستوى الثابت لنجاح التحالف.
فبعد إصدار السيد رئيس الجمهورية قراره بتشكيل لجنة مؤقتة علشان تقوم بكل الإجراءات اللازمة لتشكيل التحالف بشكل رسمي، قدرت اللجنة تستطلع الآراء من الجهات المختلفة وتحدد الآليات اللي هيبدأ بيها التحالف في المؤسسات اللي هتشكل التحالف في بدايته. وبعد صياغة اللوائح ومسودات الأهداف والاستراتيجيات، انتهت أعمال اللجنة بانعقاد أول جمعية عامة للتحالف بعد إصدار القرار الجمهوري بتأسيس التحالف بشكل رسمي وانتخاب 21 عضو لمجلس أمناء التحالف. وبعد القرار الجمهوري بتعيين 4 أعضاء إضافيين في المجلس، اكتمل التحالف الوطني في شكله الرسمي الجديد، واللي هيساعد التحالف إنه يبدأ يتحرك بشكل أقوى وأسرع على الأرض علشان يفضل دايماً ظهر وسند لأهالينا في كل مكان في مصر. بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة، والبداية مع نسرين فؤاد. أهلا بك نسرين. أهلا بك ميرفت. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 يونيو خلال الجلسة العامة للمجلس، وقدم رئيس مجلس النواب التهنئة إلى مصر شعبا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن بتغييرها مجرى التاريخ المصري الحديث بعد الإطاحة بجماعة إرهابية. بعد أيام معدودة تهل علينا ذكرى غالية على قلب كل مصري، ذكرى ثورة 30 يونيو. تلك الثورة العظيمة التي ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن. إن ثورة 30 يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث وخلقت مساراً جديداً للعمل الوطني بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها، فتحية لهذا الشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد. وتحية واجبة لجيش مصر العظيم وتحية واجبة كذلك لرجال الشرطة البواسل على ما قدمه هؤلاء الأبطال من واجب وطني ليس بجديد عليهم جميعا. وبهذه المناسبة اسمحوا لي أن أتقدم باسمكم وباسمي بخالص التهنئة إلى مصر شعبا وقيادة وحكومة بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو. حفظ الله مصر ووفق قائدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفقه الله لتحقيق خير البلاد والعباد، وكل عام وشعب مصر العظيم بخير. هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى 11 لثورة 30 يونيو. وقال رئيس مجلس الشيوخ في برقية التهنئة إن ثورة 30 يونيو مثلت حدثا فارقا في حياة الشعب المصري بل والمنطقة العربية والعالم بأسره، لما مثلته من نقطة فاصلة في مواجهة
قوى الظلام والتطرف والإرهاب، فكشفت حقيقتها ودحرت خطرها وأنهت وجودها، مضيفا أنه ينتهز هذه المناسبة الوطنية ليدعو الله عز وجل أن يديم على الرئيس السيسي موفور الصحة والعافية، وأن يحفظه ويحفظ مصر وشعبها الأبي، وأن يعيد عليهم هذه المناسبة بالخير والأمان تحت قيادة الرئيس السيسي الحكيمة. كما هنأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس السيسي بمناسبة حلول الذكرى 11 للثورة 30 من يونيو المجيدة. وأكد مدبولي في برقية التهنئة أن هذه المناسبة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن، والتي تجسد انتفاضة كبيرة للملايين من أبناء الشعب المصري ضد قوى الشر الذين اختطفوا الوطن، حيث خرج هؤلاء الملايين جميعا على قلب رجل واحد في الشوارع والميادين ليصنعوا واحدة من أعظم الثورات في التاريخ، والتي نجحت في استعادة هوية الوطن وإنقاذ البلاد من الفوضى والانهيار وبدء مرحلة جديدة من العمل الجاد المخلص في مختلف القطاعات، سعيا لتنفيذ خطة وطنية للتنمية الشاملة في أنحاء الجمهورية تحت قيادة الرئيس السيسي. وبهذه المناسبة التاريخية عاهد رئيس الوزراء الرئيس السيسي بمواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل استمرار مسيرة التنمية الشاملة في أنحاء البلاد. بعث السيد محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو. هذا وتقدم وزير الداخلية وهيئة الشرطة للرئيس السيسي بأبلغ عبارات التهنئة، راجيا المولى عز وجل أن يكلل المسيرة الوطنية المعطاء بالتوفيق والسداد. وقال وزير الداخلية في برقيته إن احتفال مصر بتلك الذكرى الوطنية تأتي تجسيدا لنجاح إرادة شعب بن أبي، احتمى بحكمة قائده وثار في وجه جماعات الشر بدافع الحفاظ على هوية وطن أهدى للإنسانية منذ فجر التاريخ قيم الحضارة، ليسطر بذلك صفحة عز وخلود ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكي لقادم الأجيال ملحمة من العطاء والانتماء والفداء لتراب هذا الوطن العزيز. استعرضت وزارة الداخلية جهودها في مجالات مكافحة المخدرات والتوعية بمخاطرها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة استخدام المخدرات والإتجار غير المشروع بها. لا شك أن مشكلة المخدرات مشكلة عالمية تلقي بظلالها السلبي على المجتمعات وعائقا أمام عمليات التنمية، لذا يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يوافق 26 من يونيو من كل عام فرصة للتوعية بمخاطر المخدرات وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لمواجهتها. وتعد مصر من أكثر الدول التي تتميز أجهزتها الأمنية بالاحترافية في التصدي لمحاولات جلب المواد المخدرة وقطع مسارات التهريب وحماية دول الجوار من مخاطرها، في ظل تنامي ظاهرة تصنيع المواد المخدرة الاصطناعية خاصة مادة الكريستال والاعتماد على الأساليب الحديثة في التهريب والتوزيع والدفع إلكترونيا. من هنا تسعى وزارة الداخلية إلى تفعيل أطر التعاون الدولي للتصدي لمحاولات التهريب برا وبحرا وجوا، ما كان له صدى إيجابي في تحقيق العديد من النجاحات. حيث نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال النصف الأول من العام الحالي في ضبط العديد من قضايا الجلب والتهريب استخدمت فيها وسائل مبتكرة لإخفاء المخدرات، وجاءت أبرز القضايا بمضبوطات بلغت 550 كيلوغرام كوكايين وتسعة أطنان ونصف الطن من مخدر الحشيش واثني عشر مليونا ونصف المليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون
و3 ملايين قرص لعقار الترامادول المخدر، و46 كيلوغرام من مخدر البودر، و2.5 كيلوغرام من مخدر الايس، بقيمة مالية للمواد المخدرة المضبوطة قدرت ب3.5 مليار جنيه. وطورت الأجهزة الأمنية من تقنياتها لمجابهة ظاهرة استخدام المنصات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات الترويج، ونجحت في مواجهة هذه الظاهرة. وتمتد عمليات المكافحة إلى ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية الناتجة عن الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة، لتنجح في ضبط 88 قضية غسل أموال خلال عام بقيمة مالية قرابة 9.5 مليار جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة. وامتدت أوجه التعاون الدولي في مجال المكافحة إلى حرص مصر على استضافة فعاليات دولية في هذا الاتجاه، منها الزيارة السنوية لمسؤولي أجهزة مكافحة المخدرات بدول مجموعة العمل الفرعية الإجرائية الأولى، وكذا المشاركة في المؤتمرات الدولية للتنسيق والتشاور لتكثيف جهود المكافحة. وإيماناً من وزارة الداخلية بأهمية توعية المجتمع بمخاطر المواد المخدرة، يتم عقد لقاءات بصفة دورية مع طلبة المدارس والجامعات للتوعية بالآثار والتداعيات السلبية للمواد المخدرة على المجتمع وتهديد تماسك الأسرة. كما تكثف الأجهزة الأمنية من حملاتها بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحماية الشباب من مروج المواد المخدرة الذين يستغلون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة. هي جهود متوازنة تقوم بها وزارة الداخلية نحو حجب المواد المخدرة والتوعية بمخاطرها، وصولا إلى مجتمع آمن من مخاطر هذه السموم القاتلة. رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراء، وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية للأعمال بالتجمع العمراني الجديد بجزيرة الوراء، والذي يحظى باهتمام ومتابعة دائمة من القيادة السياسية. وشدد مدبولي على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير واستمرار صرف التعويضات للمستحقين، وكذا مواصلة مشروعات التطوير المستهدفة لإحداث نقلة نوعية بالخدمات في الجزيرة، مع التصدي بحسم لأي محاولات للبناء المخالف بالجزيرة ومع عودة المظاهر العشوائية. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة القاهرة للمنتدى الحضري العالمي في دوراته 12 WF12. وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الاهتمام بمختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد المنتدى الحضري العالمي في دوراته 12، والمقرر أن تستضيفه القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات. وأكد رئيس الوزراء أهمية الاستمرار في متابعة مختلف الأعمال والإجراءات والترتيبات اللوجستية والتنظيمية والإعداد الموضوعي المتعلق باستضافة فعاليات المنتدى بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن إطلاق حملتها الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار استهلاك أقل تأثير كبير، وتهدف الحملة التي تعد الأكبر من نوعها في مصر إلى رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة. وقالت المتحدث الرسمي لمؤسسة حياة كريمة بوثينة مصطفى
إن هذه الحملة تأتي في إطار حرص مؤسسة حياة كريمة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة تحديات تغير المناخ، مؤكدة أن ترشيد الطاقة هو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع، وأن لكل فرد دورا هام في حماية البيئة وتأمين مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة. ينظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية غدا الخميس مؤتمرا تحت عنوان صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري، وذلك بمشاركة نخبة واسعة من خبراء الشؤون الإفريقية والعلاقات الدولية ومراكز الفكر المصرية والأجنبية. هذا بالإضافة إلى حضور رفيع المستوى من الوزارات وكبار المسؤولين بالدولة وممثلين عن السفارات الأجنبية والمنظمات الدولية والأكاديميين والباحثين، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني. هذا ويهدف المؤتمر إلى تقديم قراءة شاملة حول طبيعة وأبعاد وتداعيات الصراعات الراهنة في إقليم القرن الإفريقي، وذلك بغرض بلورة تصور لسبل المواجهة الجماعية لهذا الوضع الإقليمي المعقد. وتشهد فعاليات المؤتمر 3 جلسات، حيث تناقش الجلسة الأولى تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي، وتتطرق الجلسة الثانية إلى تداعيات صراعات القرن الإفريقي على الأمن الإقليمي، فيما تركز الجلسة الثالثة على موضوع تأثير صراعات القرن الإفريقي على الأمن القومي المصري وكيفية وضع آليات لمواجهة التهديدات المتصاعدة، فيما تختتم فعاليات المؤتمر بتقديم بيان ختامي يتضمن أهم ما خلصت إليه المناقشات من توصيات.
تأتي أهمية واستشراف تداعيات صراعات القرن الإفريقي على المصالح المصرية في ظل ما يشكله ذلك الإقليم من نقطة التقاء العديد من المصالح الاستراتيجية المصرية في منطقة تموج بالصراعات. المزيد والعرض التالي مع الزميل عمرو شهاب. أهلا بكم. يعد القرن الإفريقي أحد أهم دوائر مصالح العديد من القوى الدولية بصورة تقليدية ومستمرة، كما يشكل الحد الغربي لواحدة من ساحات التنافس بين القوى الدولية الكبرى والمتمثلة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي المنطقة التي باتت تعتبر أحد المراكز الرئيسية للتنافس الدولي. ويشكل إقليم القرن الإفريقي نقطة من أهم نقاط التقاء المصالح الاستراتيجية للعديد من القوى الدولية، حيث تمتد سواحل القرن الإفريقي من إريتريا شمالا وحتى كينيا جنوبا، وهو ما جعل القرن الإفريقي مطلا على واحد من أهم ممرات الملاحة الدولية على مستوى العالم لربطه بين أوروبا وأسيا. وقد انعكس هذا الاستقطاب المتنامي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في استدعاء حضور عسكري لعدد كبير من اللاعبين الدوليين إلى القرن الإفريقي عبر قواعد عسكرية مستقرة، وهو التطور الذي لا يعزى فقط لاهتمام تلك القوى بمصالحها المباشرة في القرن الإفريقي، بل يأتي كذلك نتيجة لتصاعد التنافس في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وبدلا من أن تنعكس الأهمية الاستراتيجية للقرن الإفريقي على دفع الإقليم باتجاه الاستقرار والتقدم، تحول إلى دائرة رئيسية من دوائر الصراعات حول العالم، إذ يستمر نشاط العديد من التنظيمات الإرهابية في التنامي في عدد من دول الإقليم، مثل تنظيم الشباب المرتبط بتنظيم القاعدة والذي يتخذ من وسط وجنوب الصومال مركزا لتنفيذ عمليات إرهابية في نطاق أوسع يشمل إثيوبيا وكينيا. ويشهد القرن الإفريقي عودة الصراعات عبر الحدود بين دول الإقليم بصورة لافتة، تمثلت أبرز مظاهرها في الصراع الإثيوبي السوداني على منطقة الفشقة الحدودية، والتي شهدت جولات متعاقبة من التصعيد المسلح بين عامي 2020-2022. كذلك جاء الانخراط الإريتري في معادلة الحرب الأهلية التي اندلعت في إقليم التجري الإثيوبي كمحاولة لاسترداد السيادة على مثلث بادمي المتنازع عليه منذ استقلال إريتريا، وهو ما قد يكون سببا في تجدد الصراع الإريتري الإثيوبي. ولا تقل الصراعات الداخلية إضرارا بالأمن والاستقرار في القرن الإفريقي مقارنة بصراعات الحدود، حيث تسبب الصراع بين جماعتي تيجري وأمهرة في إثيوبيا في ظهور موجات صراعية متتابعة، كانت أبرزها الحرب التي شنتها الحكومة الإثيوبية على إقليم تيجري عام 2020، إضافة لظهور موجة تالية في صورة تمرد مسلح داخل إقليم أمهرة. فيما أدت أزمة الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين بداية من نوفمبر 2023 إلى عودة تنامي عمليات القرصنة على السفن التجارية في خليج عدن بصورة لافتة، لتفاقم من مخاطر العبور من هذا الممر الملاحي المهم، حيث وقعت هجمات متكررة على السفن التجارية في ظاهرة لا تعد مفاجئة في ظل الهشاشة الأمنية المزمنة في الصومال. وعلى خلفية هذه الخريطة المعقدة للصراعات في القرن الإفريقي، تتجلى أهمية استشراف تداعيات صراعات القرن الإفريقي على المصالح المصرية، خاصة في ظل ما يشكله ذلك الإقليم من نقطة التقاء للعديد من المصالح الاستراتيجية المصرية. مشاهدينا، كان هذا عرضا موجزا للصراعات في القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. وللمزيد تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة شيماء البكشة، الباحثة بالمركز المصري للفكر ودراسات الاستراتيجية. أهلا بك معنا أستاذة شيماء.
اهلا بك يا فندم واهلا يعني المشاهدين. اهلا بك. يعني غدا ان شاء الله مؤتمر هام جدا في ظل الصراعات المتزايده في القرن الافريقي والتي يشهدها او تشهدها كل مدن القرن الافريقي، وبالتالي لها انعكاسات اقليميه وايضا انعكاسات على الامن القومي المصري. اهميه انعقاد هذا المؤتمر في ظل تعقيد وكل هذه الصراعات. هو الحقيقة أن المؤتمر بينعكس في ظل أهمية جاية من اهتمام مصر بشكل عام بمنطقة القرن الأفريقي بشكل عام وبالقارة الأفريقية بشكل خاص، أو العكس يعني القارة الأفريقية بشكل عام والقارة الأفريقية بشكل خاص. اللحظة الحالية هي أو اللحظة الراهنة هي لحظة فيها صعود جدا لكل الأزمات اللي بتشهدها القرن الأفريقي والمنطقة بشكل عام، من أزمات أمنية مركبة، أزمات الدولة، الصراعات الإقليمية والصراعات الداخلية. زي ما شفنا في التقرير السابق انه في تدافع من القوى الدوليه على منطقه القرن الافريقي، وبالتالي اصبح ان رؤى كافه الدول الحاضره لكيفيه تسويه الصراعات او لكيفيه احلال الامن الاقليمي في المنطقه، وبناء عليه منطقه القرن الافريقي مع كل اهميتها بالنسبه لمصر اللي بتربط ما بين البحر الاحمر من جهه وبين حوض النيل ودول حوض النيل من الجهه الاخرى، وبناء عليه هي واحده من اهم المناطق ودوائر الامن القومي المصري. فمش يعني انه يبقى كل الرؤى الاقليميه والدوليه حاضره، فالطبيعي جدا انه الرؤيه المصريه والاهتمام المصري يكون جزء من اجنده بناء امن اقليمي متماسك. انعقاد المؤتمر بيجي من نقطه الا وهي انه بناء سياسه خارجيه، مراكز الفكر بتكون شريكه صنع عمليه السياسه الخارجيه، وبناء عليه حضور منطقه القرن الافريقي على اجنده مراكز الفكر دي هتكون حاضره وبشده على مدار السنين الجايه انطلاقا من الاهتمام المصري بنفسه بالقاره الافريقيه بشكل عام. حتى شفنا ده كان حاضر جدا في شهر 10 اللي فات، وابي احمد لما كان بيتكلم عن اهميه بناء سياسه خارجيه اسلوبيه في منطقة القرن الأفريقي في الوقت اللي كان بيعلن عن سياسته مع أرض الصومال، أو أنه عايز يوصل للبحر عن طريق أرض الصومال، وأنه إثيوبيا عندها رؤية للوصول للبحر، وأنه لا يصح أن إثيوبيا تكون دولة حديثة في ظل أن هي عندها رؤية إقليمية للريادة الإقليمية. دعا دعوة هو في البرلمان الإثيوبي لمراكز الفكر أنه مراكز الفكر الإثيوبية تبدأ تبني سياسه ورؤيه لاثيوبيا لكيفيه تحقيق الرياده الاقليميه ولكيفيه تحقيق التعاون الاقليمي، وان ده اللي يدل على ان او اهميه حضور رؤيه مراكز الفكر وكافه مراكز الفكر الحكوميه والخاصه في دعم اجندات وسياسات الدول. وبناء عليه ان المؤتمر بيناقش التحديات اللي تشهدها منطقه القرن الافريقي وانعكاسها على الامن الاقليمي بشكل عام وعلى الامن القومي المصري بشكل خاص. كسعي لبناء رؤيه يمكن لمصر تستند اليها في تعزيز سياستها وهي بتبني سياسه اقليميه، لان مصر بتستند طول الوقت للرؤى الجماعيه والرؤى بالطبع والدراسات الاستراتيجيه الخارجه عن هذه المؤتمرات التي تعقد من خلال المراكز البحثيه. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذه شيماء البكش الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. ارتفع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على منزل في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة إلى 15 شهيدا، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات الاحتلال نسفت العديد من منازل المواطنين في المناطق الجنوبية الغربية
في مدينة غزة وفي حي الزيتون ومدينة رفح الفلسطينية، بينما شنت طائرات الاحتلال غارة على مخيم النصيرات وسط القطاع. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 37,718 شهيداً و 86,377 مصاباً. وأشارت الصحة الفلسطينية أن الاحتلال ارتكب 4 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، وصل منها المستشفيات 60 شهيداً و 140 مصاباً. قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي إن الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تريد السلام بالمنطقة. وأضاف الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اليوناني أن الحرب على غزة يجب أن تتوقف، وأن استمرارها يظهر عجزا معيبا في مؤسسات العمل الدولي المشترك. فيما يتعلق بما بعد الحرب، لن ننظف وراء نتنياهو، لن نرسل قوات إلى غزة لتكون بديلا عن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ونكون نحن في مكان من يتعامل مع الواقع الكارثي الذي أوجده نتنياهو وحكومته وأوجده هذا العدوان. ما نقوله أننا نريد خطة شاملة، ليس فقط لوقف الحرب، ولكن للتوصل للسلام العادل والشامل والدائم على أساس حل الدولتين. وهذا يعني أساسا أنه لا يمكن قبول أي مقاربة تتعامل مع غزة بشكل منفصل عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، الضفة الغربية وبما فيها القدس الشرقية. المقاربة التي نريد هي مقاربة شمولية تحل جذور الصراع من أساسه، وتتعامل مع غزة وكل الأرض الفلسطينية المحتلة كتلة واحدة، وتبدأ من النهاية، أي بالتأكيد على أن هدف هذا الجهد هو تنفيذ حل الدولتين، وثم نعمل من أجل إيجاد خريطة طريق غير قابلة للعكس للنسير إلى أمام. غير ذلك لن يكون الحل دائما، وما نراه اليوم سيتكرر عاما بعد عام، لأن أساس الصراع هو وجود احتلال للشعب الفلسطيني، احتلال غير قانوني، احتلال يتكرس يوما بعد يوم من خلال بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه. أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن الآلاف من سكان قطاع غزة يواجهون خطر المجاعة، وطالبت جمعية الهلال الأحمر بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى مناطق شمال القطاع وفك الحصار، موضحة أن المساعدات الإنسانية الجوية لم تلبي احتياجات اللازمة لخفض نسب الوعاء. ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز كريم رجب. كريم، بعد التحية، يعني انقل لنا المستجدات لديك في معبر رفح من الجانب المصري. نعم ميرفت، يعني اللافت في هذه اللحظات هو تجدد الاشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في محاور مختلفة في مدينة رفح الفلسطينية، لا سيما في المناطق الغربية وكذلك أيضا مناطق وسط مدينة رفح الفلسطينية وتحديدا في محيط مخيم الشبورة. خلال هذا اليوم تواصل القصف المدفعي أيضا من جانب قوات الاحتلال في المناطق الغربية بشكل عشوائي، فضلا عن عمليات النسف والتدمير التي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ. ومن ثم فإن هذه العملية أسفرت عن نسف 3 مربعات سكنية في عدة مناطق، أبرزها المناطق الغربية وكذلك أيضا شمال مدينة رفح الفلسطينية. فصائل المقاومة قامت باستهداف قوات الاحتلال المتوغلة في المناطق الغربية وتحديدا في منطقة تل الزعرب، وهذه المنطقة التي تتخذها قوات الاحتلال تمركز لها على السياج الحدودي، وتصوب من خلالها قذائفها المدفعية تجاه المناطق المختلفة بشكل عشوائي، بالإضافة أيضا إلى التمركزات الأخرى في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني استهدفتها أيضا فصائل المقاومة، وفي هذه اللحظات بالقذائف الهون والأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة. يأتي ذلك أيضا فيما تتوسع قوات الاحتلال في عملياتها العسكرية والبرية في مدينة رفح الفلسطينية، ورصدنا انبعاث يعني أعمدة الغبار الأبيض فضلا عن الأدخنة نتيجة لي
بقصف هذه المنازل وهذه المناطق المختلفة في مدينة رفح الفلسطينية. يأتي ذلك أيضا فيما هناك تقلص أو تقليص واضح في عدد شاحنات المساعدات التي تدخل إلى معبر كرم أبو سالم خلال هذا الشهر الذي استؤنفت فيه حركة دخول الشاحنات مرة أخرى بعد أن استؤنفت في 26 من مايو الماضي. وخلال هذا اليوم لم يدخل سوى 5 شاحنات من المساعدات فضلا عن 4 شاحنات غاز وبالإضافة أيضا إلى 4 شاحنات للسولار. ومن ثم فإن هذا يوضح الممارسات التي تنتهجها قوات الاحتلال وسلطات الاحتلال في معبر كرم أبو سالم وهي تضيق في عملية دخول المساعدات وتفرض مزيد من القيود على هذه المساعدات، وهذا ما أدى إلى وجود مجاعة في مناطق مختلفة من قطاع غزة سواء في مناطق الشمال والتي يعاني بشكل كبير من نقص حاد في الغذاء فضلا أيضا عن المناطق الجنوبية والتي حذر منها التقرير الدولي لمراجعة الجوع على مستوى عالميا. وهذا التقرير الذي أشار إلى أن هناك 96% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون من نقص حاد في الغذاء، وهذا أيضا يؤثر بالسلب على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. يأتي ذلك أيضا فيما تتراكم كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية في ساحات معبر كرم أبو سالم ولم تتمكن أطقم التابعة للأمم المتحدة من شحن السيارات الخاصة بها لنقل هذه المساعدات إلى المناطق المختلفة، لا سيما في ظل وجود عمليات عسكرية مكثفة من جانب قوات الاحتلال وهي تصعب من مهام هذه الفرق الإنسانية والإغاثية. لذلك تفاقمت الأوضاع الإنسانية بشكل واضح وبشكل ملموس في كافة أنحاء قطاع غزة. نعم كريم رجب مراسل إكسترا نيوز من أمام معبر رفح، شكرا جزيلا لك. أعلن الصندوق التقاعدي الحكومي النرويجي KLB سحب استثماراته من مجموعة كاتربيلر الأمريكية بسبب احتمال استخدام الجيش الإسرائيلي لمعداتها في غزة. وقالت مديرة الاستثمار في الصندوق إن شركة كاتربيلر لديها تاريخ طويل في توريد الجرافات والمعدات الأخرى التي تم استخدامها لهدم منازل الفلسطينيين والبنية التحتية لإفساح المجال أمام المستوطنات الإسرائيلية. أضافت أن معدات الشركة استخدمت من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية كجزء من حملتها العسكرية في غزة. أعربت اللجنة الأممية للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن قلقها إزاء الانتهاكات المرتكبة ضد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلية. وأفاد بيان صادر عن اللجنة بأن المعتقلين من رجال ونساء يتعرضون للاعتداء والترهيب بالإضافة إلى منعهم من التواصل مع أسرهم أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو التمتع بالضمانات القانونية التي يوفرها لهم القانون الدولي. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن أعداد الشهداء بين صفوف المعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال الإسرائيلي الذين سقطوا نتيجة للتعذيب منذ 7 أكتوبر الماضي هي الأعلى في تاريخ الحركة الأسيرة. وبمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، أوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين أن هذه الحصيلة العالية من الشهداء تأتي استنادا لعمليات التوثيق المعتمدة لدى المؤسسات المختصة منذ عام 1967، مع التأكيد على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي انتهجت جريمة التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين منذ احتلالها لأرض فلسطين. أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية تضامن الجامعة مع الشعب اللبناني فيما يواجهه من مخاطر بخصوص التصعيد مع إسرائيل في الجنوب. وأكد زكي أن الجامعة العربية تقف مع لبنان حيث تعمل على تعزيز الحوار بين القوى السياسية اللبنانية لتجاوز هذه الأزمة، داعيا القادة السياسيين اللبنانيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والعمل على تحقيق الاستقرار البلاد من خلال الحوار والتفاهم.
بالفعل من سنتين كان انقساما عموديا وكان أمر صعب. الآن في هذه الزيارة، ويمكن أنا لم أستكمل لقاءاتي، ولكن في يعني مما أستشعره من الحوارات التي أجريتها حتى الآن، الانقسام ليس كما كان، ليس كما كان. هناك يعني مساعي للوصول إلى تفاهمات، بما في ذلك حقيقة ما تحدث عنه الرئيس بري ومسعاه للحوار. نعرف أنه الرؤى قد لا تتلاقى بالكامل حول هذا الموضوع، ولكن في النهاية يحتاج أمر حسم الشغور الرئاسي إلى المزيد من التشاور بين السياسيين. هذا الأمر ليس أمرا يعني سيئا في حد ذاته، لكنه ليس بالضرورة أن يكون يعني شرطا في كل مرة يحصل فيها انتخابات رئاسية تمشي الأمور بهذا الشكل. فما بين هذه وتلك لابد أن هناك مساحة للسياسيين لكي يتوصلوا إلى شخصيات أو شخصية واحدة يمكن أن يعني تكون مناسبة للمنصب الرئاسي، ولا بد أيضا أنه الجميع يكون لديه هذا القدر المطلوب من إبداء المرونة لكي تتقدم الأمور بالبلد. لأنه حقيقة ما استشعرت أن الوضع الداخلي يعاني كثيرا بسبب الشغور الرئاسي، من ضمن أمور أخرى طبعا تؤثر على أداء الدولة والمؤسسات بالشكل الكفء الذي كان يجب أن يكون موجودا وقائما. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وجود خطر انتشار العنف إلى لبنان بسبب التصرفات الإسرائيلية، معربا عن أمله في أن يدرك المجتمع الدولي بما في ذلك حلفاء إسرائيل الرئيسيون مخاطر مثل هذه الأساليب. وقال لافروف إن الوضع حاليا صعب للغاية ولا توجد رؤية لكييف يمكن في نهاية المطاف الجلوس على طاولة المفاوضات والنظر إلى الشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة الفلسطينية، مشددا على ضرورة توافر نوايا حسنة لدى جميع الأطراف خاصة الإسرائيليين والفلسطينيين والأعضاء الدائمين في مجلس الأمن من أجل إنجاح ذلك المسار. نقلت وكالة انترفاكس الأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن موسكو لا تستبعد الرد العسكري على هجوم أوكراني على شاطئ القرم بصواريخ أتاكمز قدمتها الولايات المتحدة لكييف. وقالت روسيا إن الولايات المتحدة مسؤولة عن هجوم شنته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم بخمسة صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة، وهو ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان وإصابة 151 آخرين. هذا وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن معظم اهتمام روسيا ينصب على شيء واحد فقط، وهو أن لا تأتي التهديدات لأمننا من الاتجاه الغربي على حد تعبيره. وأكد لافروف أنه على الرغم من أنه من المرجح أن تظل واشنطن أحد المراكز العالمية، فإن مسارها للإبقاء على الهيمنة هو مسار محكوم عليه بالفشل، معتبرا أن النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة لا تزال تؤمن بما أسماه بالاستثناء الأمريكي الوهمي. استبعد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن يتغير نهج الناتو بعد اتجاه روسيا بتعيين رئيس الوزراء الهولندي المنتهي ولايته مارك روتا أمينا عاما
جديدة للحلفة. وأضاف بيسكوف أنه من غير المرجح أن يغير هذا التعيين في الخط العام لحلف شمال الأطلسي وأعضاء الحلف الأطلسية، وخاصة تلك التي تقع تحت القيادة المباشرة للولايات المتحدة أو كحلف أطلسي لكل. ولفت بيسكوف إلى أن التحالف يعمل بهدف القمع الاستراتيجي لروسيا. يترقب الأمريكيون وغيرهم في العديد من دول العالم أول مناظرة تلفزيونية انتخابية بين الرئيس السابق دونالد ترامب والرئيس الحالي جو بايدن مساء غد الخميس على شاشات شبكة CNN، وسط سعي الاثنين لفترة حكم ثانية في انتخابات نوفمبر القادم. ستكون المناظرة بدون جمهور ولا فواصل ولا إعلانات تجارية، وسيتم إغلاق ميكروفون المرشح عندما يتحدث منافسه، ولا يسمح للمرشحين بإعداد ورقة مسبقة ينظران فيها أثناء النقاش. الأمريكيون على موعد مع مناظرة تاريخية يتواجه فيها الرئيس الحالي جو بايدن مع الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب قبل ماراثون الانتخابات لاختيار سيد البيت الأبيض. المناظرة المرتقبة تأتي في إطار السباق إلى البيت الأبيض بين المرشح الديمقراطي الذي يبلغ من العمر 81 عاما وسال فيه الجمهوري البالغ 78 عاما، وسط أجواء تنافسية ساخنة على نحو غير مسبوق. ومن ناحيته قال المتحدث باسم حملة بايدن مايكل تايلر إن المناظرة ستسمح للأمريكيين أن يدركوا الفرق بين جو بايدن ودونالد ترامب المدان قضائيا، والذي يخوض حملة تتمحور حول الرغبة في الانتقام على حد وصفه. في المقابل وجه ترامب تركيزه الكامل على صحة خصمه الجسدية والعقلية، وخلال تجمع انتخابي في فيلادلفيا تعمد ترامب السخرية من التحضيرات التي يقوم بها بايدن مع مستشاريه في مقر كامب ديفيد قرب واشنطن استعدادا للمناظرة. وفي الوقت الذي يعد فيه جو بايدن بإنقاذ الديمقراطية وضمان حق النساء في الإجهاض والانحياز للطبقات الوسطى ومواجهة روسيا والصين، يؤكد ترامب أنه سيسعى إلى وقف تراجع الولايات المتحدة فضلا عن تطبيق تخفيضات ضريبية ورسوم جمركية مشددة وعمليات طرد جماعي للمهاجرين. ورياضيا، تختتم اليوم الأربعاء فعاليات الجولة الأخيرة بالمجموعة الخامسة، حيث يلتقي منتخب سلوفاكيا ورومانيا في 7 مساء، بينما تواجه بلجيكا أوكرانيا في نفس التوقيت. وتتقاسم منتخبات المجموعة نفس عدد النقاط برصيد 3 نقاط لكل فريق، لا يفصل بينهما في الترتيب سوى فارق الأهداف. هذا ويلتقي المنتخب البرتغالي مع نظيره منتخب جورجيا في 10 مساء اليوم ضمن فعالية الجولة الثالثة من دوري المجموعات، بينما تواجه تركيا التشيك في نفس التوقيت. وتصدر المنتخب البرتغالي المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما ضمن التأهل لدور 16، وتأتي تركيا في المرتبة الثانية برصيد 3 نقاط، وتأتي التشيك وجورجيا في المركزين الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما. فاز المنتخب الأرجنتيني على نظيره التشيلي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كوبا أمريكا 2024، وبهذه النتيجة يضمن المنتخب الأرجنتيني تأهله إلى دور ربع النهائي من البطولة القارية بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بينما تبايل المنتخب التشيلي المجموعة برصيد نقطة واحدة. نهاية نشرة الثالثة، وهذه تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين.
الرئيس السيسي يستقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. الكرملين يستبعد أي تغيير في الأزمة بين موسكو والناتو بعد تعيين روتا أمينا عاما للحلف. أخيرا مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر دائما على الشاشة. شكرا لكم على طيب المتابعة. قدم لحضراتكم هذه النشرة الزميلة ميرفت المليجي، ودي تحياتي لكم نسرين فؤاد. إلى اللقاء.